السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أحمد فهمي من قناة ليدرشيب. النهاردة معانا هاند بلندر ماركة أكيل 300 واط، مش شغال طبعا، قلنا نشغله مش شغال، بقى هنكشف عليه مع بعض ونشوف ايه الدنيا. هو ميد ان تركيا، 300 واط، موديل AB100. هنبدأ نفك بقى ايه مجموعة الزرار دي، بتفك لوحدها. بسرعة كده بنفك، عندنا في زرار سايح والتاني سليم، واحنا موصلين برضو. طيب هنحاول نفك كله عشان نشوف المشكلة فين. نفك الجزء العلوي والسفلي، نفك السفلي والعلوي الاتنين مع بعض، هنفكهم برضو بالراحة من هنا كده، نمشي معاها سنة سنة. خد الغطا دوت، الزرار ده سرعات بيلف سنة يمين وسنة شمال، انتوا معانا دلوقتي دوت في الدراع بتاع المفتاح. في هنا أربع مسامير، خمس مسامير هنفكهم أو أربعة تقريبا. واحدة واحدة برضو هنحاول نطلع الجنب التاني. الأربع مسامير دولت، دي مكان الكارتة، بس طبعا الكارتة بتطلع من الناحية التانية، بتطلع من الناحية التانية. احنا كده حرمناها بس عشان لما نسحب الموتور يطلع معانا. برضو هنا في أربع مسامير ظاهرين، هنفكهم ونرجع. ودي آخر مسمار، الجزء ده بيطلع برضو بس ليه هنا زي مشابية. واحدة واحدة هنطلع بالغطا ده، وكده بكده حررنا الموتور من مكانه. في هنا اربع بنوز بحيث ثبت الموتور منتصف دايره كده، هنزق الموتور بس بالراحه كده، نسحبه كده. معانا اطراف الموتور الموجب والسالب، وهنا في فيوز هنقيسه برضه نتأكد شغال ولا لا.
شغال. شوف اطراف الكابل نفسه موصل ولا لا. تمام الكابل سليم. نشوف بقى نقط التلامس اللي هي دي، ممكن تكون هي مشكلة فيها. يتلمس. هي تقريبا مرحلة او مش بتلمس. اول نتأكد من نقطة التلامس نصنفرها ونظبطها ونرجع لكم تاني. كده احنا ضفنا نقطة التلامس ونبدأ نقيس دلوقتي. تبدأ ان شاء الله نمسك بس الفرق ده من هنا كده. تانية برضو نفس القصة. كده قست معانا. كده هنجرب بس نجمع تاني ونسحب برضو. خلي بالنا ان في اتجاه لتركيب البوردة بالماسور. نعدله بس ان البوردة تخش تقعد مكانها. بص عليها من هنا. تمام. نركب بس الجزء الثاني اللي هو خاص بتثبيت الموتور عشان لما اجرب ان شاء الله نشوف اتجاهات. خلي بالنا من اجزاء الموتور. تمام الموتور مكانه بس عشان نوصل ونجرب مع بعض قبل ما ايه نقفل. الكهرباء فاصله. الموتور مكانه. قفلنا في الجزء اللي تحت الاول. نركب الترس كده الجزء الأخير. كده نجمع المسامير
هجمع جزء من العلوي كان الكابل لمكان الكابل بعد كده نركب البكرة دي الأول والدراع نركبه الأول عشان نعرف اتجاه المفتاح كده على أعلى سرعة. هنا في تدريج باين هنا في تدريج باين بدي السرعة البطيئة وهنا السرعة العالية كده خدنا الزرار على السرعة العالية بحيث ان احنا نركبه في مكانه كده وصل للآخر الناحية دي السرعة البطيئة وكده السرعة العالية. المفتاح السرعة العالية فوق نجمع المسامير أكد بس على المسامير اللي تحت بسم الله نجرب وسط الكهرباء كده معانا صوت الموتور كويس عند البلندر ونشوف بقى قصة الايه السكينة بتاعته بحيث ان فيها صوت عالي كده. وصلنا لنهاية الفيديو.